الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقه حياة من خلال شاشة الأيام. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم، وفقتم إن شاء الله سيدنا الكريم. بإذن الله تعالى راح يكون معظم تسليط الضوء في هذه الحلقة على العملية التربوية في البلد أو في البلدان الإسلامية عموما، يعني العلاقات التي تنظم أو الجوانب التي تنظم العلاقات داخل المدارس بين المعلم والتلميذ، بين المعلم والمعلم، بين المعلم والراتب والمناهج الدراسية وتفاصيل أخرى كثيرة. نعم، لا بأس باستقبال الأسئلة الأخرى، ولكن سيكون التركيز الأكبر إن شاء الله على هذا الجانب في حلقة هذا الأسبوع. سيد، الموضوع مهم جدا ومتشعب جدا، وخلينا نبدأ من حيث انتهيت، المناهج ورؤيتكم ورأيكم حول ما يطرح اليوم لأبنائنا في المناهج التربوية. تفضل سيد. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال لو نجد، يعني نلاحظ المؤسسات التعليمية في عموم العالم أنه ركيزتها في واقع الحال على ماذا؟ هل على مجموعة نظريات أو معلومات أو حفظيات إن صح التعبير؟ نعم. بعيدة عن اهتمام الطالب أو هواجس الطالب أو حاجة الطالب. نعم. نحن نجد أن هناك في واقع الحال بعض المناهج المتعبة بالنسبة للطلاب، حتى أنه سمعت من خبراء في هذا المجال على أنه بعض المناهج الموجودة في واقع الحال هي أعلى من مستوى ذهنية الطالب. يعني في الابتدائية في الرياضيات هناك بعض المواد اللي هي أعلى من مستوى الطالب، وهذا الشيء غريب إنصافا. قضية المناهج سواء كانت المناهج العلمية البحتة أو كانت المناهج الإنسانية اللي هي التاريخ والتربية الإسلامية والقضايا الكتاب شو يسموه هذا الاجتماعيات، هذه في الواقع إذا لا يحس الطالب بأن هذه تمس واقعه وتمس قضاياه الخاصة أو قضاياه اللي هو يتفاعل معها، يحس على أن هذا نوع من الإسقاط الواجب، لابد أن أحفظها حتى أحصل درجة. هذه ما لا تربي صافا، لا تربي. تعرفون أنه في بعض الدول أنه ليس هناك شيء اسمه امتحان. نعم. ليس هناك شيء، وليس هناك شيء اسمه وظائف وتكاليف. كل ما هنالك نمط جديد وأسلوب جديد في تحبيب الدرس وتشويق الطلبة إلى الدرس وإلى التعلم، ولكن أساليب تختلف بما يرتبط بمناهجهم المختلفة. أنا أتناول القضية التاريخية، يعني درس التاريخ ودرس التربية الإسلامية. لماذا أتناول هذين الدرسين؟ باعتبار أن هناك نوع من عدم الواقعية في كثير من المواد التاريخية أو الدروس التي تلقى على الطالب. نعم. والطالب يجد أن هذه الوقائع التاريخية والقضايا التاريخية التي تطرح في منهجه هي حسب تعبيرنا ضمن رؤية خاصة وضمن قراءة خاصة للتاريخ. وبعض الطلاب في مجتمعات أو في مناطق بالنسبة لهم هذه القضية ليست بهذا الشكل، لأن عندهم حسب تعبيرنا عندهم معلومات أخرى من جهات هم يعتمدون عليها غير هذا. نعم. وبشكل صريح أقول، وبشكل صريح، تاريخ الإسلام هناك تحريف كبير له، تاريخ الإسلام بالذات له تحريف، فيه تحريف كبير له في جملة مفاصل تاريخ الإسلام. ولما يأتي الطالب يدرس هذه المواد يشوف أكو تقاطعات. نعم. بين معلومات اللي هو مستقيها من مصادر يعتقد بصحتها وثقتها، وبين الموجود في المنهج اللي هو مؤدلج
أو بشكل أو بآخر ماذا موجه. نعم. فيحس الطالب أن هناك نوع من فرض معلومات هي مغلوطة فلا يتفاعل معها، وإذا أراد أن يقرأها فيقرأها من باب ماذا؟ تحصيل الدرجة. هذا يؤثر نفسيا ويعيش الطالب حالة من الازدواجية. في الجانب الديني أيضا كأنه سيدنا راح ينبني سور بين الطالب والكتاب. أحسنتم. أن هذا الكتاب مثل، خلي أجيب مثال كلش واضح حتى لا يكون الأخوة يفسرون أنه أنا إذا أتكلم في قضايا طائفية بقدر ما هي قضايا معرفية انصافا. شوفوا مثل واحد الآن في فلسطين، زين، في فلسطين وهو من عرب 48 يعيشون في نفس القدس، زين. أجيب مثال يعني ليس يعني افتراضي وإنما شبه واقعي. أحسنت. نعم. يدرس هذا العربي من عرب 48 مجنسين بالجنسية الإسرائيلية وجالسين في القدس المغتصبة، ويدرسون في مدارس الإسرائيلية. فلما يقرأ مواد تاريخية فيما ارتبط بالتاريخ الإسرائيلي يجد هذا العربي أن هذا كله أكاذيب وكله تزييف وكله كذا، فلا يحس أن هناك تفاعلا. فأنت تبني على شيء اسمه ازدواجية، عدم ثقة، عدم قبول ورفض هذا المنهج، وهذا يأثر صافا، يأثر حتى في الجانب الديني. الجانب الديني نفس الشيء. لذلك صارت مطالبات أيها الأحبة، المناهج التعليمية حاولوا أن تشذبوها وتحافظوا على الثوابت الصحيحة التي هي مورد قبول للمسلمين جميعا. كيف يعني سيدنا؟ حضرتك قبل قليل قلت هو تاريخ الإسلام يعني من أكثر التواريخ اللي تسلط عليها التزييف. أحسنتم. هناك أسلوب آخر، وهو أنه كما في بعض الولايات، في بعض الولايات في استراليا وفي غير استراليا، أكو هناك مناهج إقليمية. نعم. هذا المنهج الإقليمي الآن في شمال العراق أكو منهج معين يختلف عن المنهج العام، كتبوه لأنفسهم، كتبوه لتاريخهم، كتبوه على حال ثقافتهم. إحنا ليش ما نسوي هذا الأمر حتى شبابنا وأطفالنا وجيلنا ينسجم مع ما يقرأ ويتفاعل مع ما يقرأ حتى لا يكون هذا النوع من حسب تعبيرنا التحميل الغير الجيد. طيب هنا ينفر السؤال سيدنا، المعلم أو المدرس لما يمر على هاي المادة ويدري هاي تزييف كيف يفترض أن يتعامل مسؤوليته الشرعية؟ في واقع الحال كثير من الأحيان في رمضان يسألون هذا السؤال، أنه أنا أستاذ بمادة التاريخ أو التربية الإسلامية، التربية الإسلامية، وأنا في الواقع المنهج على أنه أنا أفسر الآية بما هو في الكتاب، وتفسير الآية غلط، يعني فيها غلط أو فيها تحريف، زين أنا شلون كصائم؟ يسألوني أساتذة، أنا كصائم شلون أدرس؟ أليس هذا كذب على الله ولا يؤثر في صومي؟ وهكذا في قضايا الأخرى، أنه قال رسول الله كذا، رسول الله ما قال كذا، رسول الله ما قال كذا، موضوع حديث موضوع أحسن، يعني في الحديث موضوع مكذوب وأنت لازم تتلقن للطلبة. هناك كنا نقول ولا زلنا نقول أنه الذي هو عند محذور شرعي كصوم مثلا أن يقول أنه قيل هكذا، قيل أن رسول الله قال، روي أن رسول الله قال. سيدنا هاي فقهيا أنا أسأل عن الأثر الاجتماعي على الطلاب. أحسنتم. هنا لابد إحنا اللي جاي يصير للأسف الشديد اللي جاي يصير الآن في مدارسنا، ليش أنا أقول إحنا جربي أولادنا على الازدواجية؟ المعلم تدرس المادة يقول يا أولاد يا كذا، هذا كله كذب، الصحيح هذا هذا هذا، واقع هذا اللي يصير. ليش؟ لماذا نحن هل مجبرون على أن نضع مناهج في واقع الحال تزرع في أولادنا حالة من الازدواجية، حالة من عدم الثقة؟ أنا كطالب لما أفتح المنهج أمامي لابد، رجاء هذه اسمعوها مني، لابد أن أعتبر أن هذا المنهج منهج بناء، منهج يرسي فيه الثوابت التي تكون شخصيتي في المستقبل. لازم يكون عندي هتش ثقة، هتش ثقة. أما أشوفها هذه
على حال لابد أن نمشيها بطريقة أخرى، هسه بالتزوير بالغوش بالكذا بالكذب بالحفظ وهذا ما يربي ما يربي. أحسنتم سيدنا. ننتقل لجانب ثاني، يعني لا بأس إذا الأخوان بعد قليل فتحوا الاتصالات، إذا كان الأخوان بالكنترول، إذا كانت المواضيع مرتبطة بالجانب التربوي والدراسة فتقدم الاتصالات، يعني فتقدم على الاتصالات الأخرى لطفا. طيب المعلمين والمدرسين سيدنا، لديكم وقفة كبيرة أمام هذا الصنف من المجتمع، الصنف العظيم صراحة المربي، توجيهاتكم هذا الخصوص. في واقع الحال أنا كان عندي يعني كلام في هذا المجال بشكل مستمر طول الفترات الماضية، وبعض الأساتذة المعلمين يمتعظون ويتأذون، ليش السيد يتكلم علينا وليش السيد يتعرض لنا، وبعض الحالات كنت على حال أشيد بمواقف جميلة وإنسانية لبعض المعلمين. بس بشكل عام أقول بشكل عام، شوفوا إخواني، المعلم متى يكون معلما حقيقيا واقعا؟ لأن المعلم على أشكال من الأشكال المتصورة الموجودة، أنه هو عنده منهج معطى إليه، أنه هذا درسه بما موجود، وكأنما هو حسب تعبيرنا ناقل لمادة بطريقة أسلوبه جيد، يعطي حق الدرس، ما أدري يقصر في تدريسه كذا. هذه بعيدا عن هذه، أكو معلم لا، معلم اللي في الواقع بمستوى من العلم والأخلاق، أخلاق والتربية وإن صح التعبير والحالة الأسوتية. هسه هذه الأسوتية بمعنى أن يكون أسوة وقدوة للطلبة. نعم. هذا في واقع الحال أنا أعتقد هو اللي راح يلعب دور كبير جدا في بناء الطالب المجد والطالب الصالح. معلم اللي يشوفه أنه ألفاظه غير مؤدبة، طريقته غير لائقة. طبعا إحنا لا قاعد نتكلم عن القلة سيدنا، بل نعم. لا أتكلم بشكل عام، هذه نعم. تسمى هذه قضايا حقيقية، قضايا الحقيقية لا أريد أن أطبقها في الخارج، ذيك قضايا خارجية، أنا أتكلم عن قضايا حقيقية. أن لابد للمعلم أن يكون كذا، الآن الموجود هالشكل لو لا، هذا لابد كل واحد على حال يشوف نفسه. مشكلتنا إحنا يا أستاذ مرتضى أنه ليس هناك تعب وجهد وخطط في بناء المعلم الكفوء. نعم. في أن يربي، مو أنتوا قايلين، أنا ما قايل، أنتوا قايلين وزارة شنو؟ التربية والتعليم. أنتوا قايلين تربية وتعليم، تعليم يأتي بعد التربية، ولكن معلم رجاء هذه أخذوها كأخ وكناصح، معلم في أول يوم من الدوام وفي الصف الأول الابتدائي، يعني هذا الطفل أول مرة يجي وببكاء وخوف وكذا ووجل، أول يوم يجي إلى دوامه والمعلم يقول له أقعد، هذا الطفل ما متعلم يعني حرك، يقول له تقعد لو أملص إذانك. أي والله نعم، هذا صارت يعني إلى حفيدي، أقعد لو أملص إذانك. هذا ما يدري شنو كلمة أملص، حتى جو قال جدو شنو أملص؟ من قال لك؟ قال معلم. يوم الأول يقول لك أملص إذانك. فشوفوا يا أخواني، أنا قريت مجموعة قضايا ومنها أنه التعليم في استراليا، أن الأستاذ يعني المعلمين الابتدائية في استراليا رواتبهم تساوي رواتب وزير. لطيف. ليش؟ سألت ليش؟ قالوا والله أكثر سيدنا. ليش؟ قال لأنه هذا المعلم هو في الواقع لابد تكون له من الطاقات والقدرات والجهود والكفاءات اللي يمكن أن يزرع ويبني لنا شنو؟ جيل صالح. من يوم الأول يملص إذانه، من يوم الأول يضرب الطفل كف. معلمة من المعلمات يوميا عندها مشكلة، هي مشكلة نفسية، عندها مشكلة نفسية، بعدين احنا من رحنا ورا القضية شفنا عندها كآبة شديدة،
زين هالمعلم اللي عنده كآبة شديدة تقدر تربي نفسها حتى تربي الأطفال مثلا فتهدد البنات لا تقول لأمهاتكم أنه فلان شيء وتسجن واحدة اثنين في مثلا في مكان وعلى أساس أنه راح أنا كذا أسوي فيكم صارت هذه فأقول شوفوا إن لم يكن المعلم على مستوى جدير ومراقي فيما يرتبط بإعطاء المادة وتربية الطالب من ناحية سأنا يجيني طالب نعم. ليش أنا أتكلم في القضايا والله تجيني أسئلة يعني أنا نافذتي مفتوحة نعم سيد لما يقول لي الشاب سيد المعلم يبتزني رشوة لسه ما أريد أقول ابتزاز مالي قد ابتزاز آخر زين معلم يبتز الطالب سواء بالمال أو بالقضايا الأخرى نعم. شلون أنا أقدر في واقع الحال أعتمد فأكو مشكلة تأهيل الهيئة التدريسية التعليمية التي تكون على مستوى عالي من تحمل المسؤولية وهذا بحث طويل الصافي وهو مهم سيدنا ولا بأس نمر عليه على امتداد أو وقت الحلقة إن شاء الله تعالى أبو علي تفضل عزيزي أنت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شلونك سيد شلون صحتك سهل الله أمرك حياك الله تفضل الله يوفقك سيد الله يعطيك سيد أنا متابع البرنامج مالك الله يعطيك على هذا البرنامج الله يوفقك تفضل يا أبو علي سؤالك سيدنا عندي شغلة متحيرة نعم من قرايب تزوج نسوان اثنين نعم الإبراهيم على والديك والطبيب قال له أنت صفر ما عندك أطفال نعم. وطلق من النسوان اثنين دولا ما عنده أطفال نعم هسه أخذ الثالثة صار عنده أطفال نعم وصارت مشاكل بيني وبين الأهل وبين العالم يقولوا له شلون أنت صار عندك أربع أطفال أنت ما عندك خلفة صفر شلون صار عندك أربع أطفال فالسؤال أبو علي سؤالك وين وقلنا له تعال حلل ما يحلل هو سؤالك وين أبو علي نعم سؤالك شنو بالضبط سؤالي شلون سيد شلون هو عقيم يطلقها يعوفها ومشاكل بيناتها ما تغلط يعني انتو اخ شو اسمه الاخ ابو علي ابو علي حبيبي نعم. انتو يعني الان متهمين زوجته هذه الاخيرة متهميها نعم. انه انتي مو شريفة هالشكل نعم نعم يعني شلون تتهموها مو شريفة ليش بعد شلون كونان صار اطفال عندي وما بيخلفه سيدنا ما بيخلفه راح للدكتور قال له لأ ما عندك خلفه صفر زين شاكر لك اتصالك واسمع الجواب ان شاء الله تحياتي لك ابو علي وشكرا جزيلا بغض النظر عن هذا السؤال سيدنا يعني صارت القضيه بصراحه في الكثير من الاحيان سهله انه انسان يتهم انسان بشرفه في مجتمعنا عجيبه اولا يا ابو علي حبيبي المساله العقم انه هذا عقيم او هذا غير عقيم او هذه مثلا عاقر وذيك غير عاقر الان ما نقدر احنا نقول هذا عقيم الى الابد ما نقدر يعني اكو قضايا طب جديد او انه صار هناك تطور علمي في هذا المجال قدرة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لفترة معينة انا اجيب مثال واضح في حياتنا احدى الاخوات اسمعوا جيدا احدى يعني مجموعة من الاخوات من سنة يعني من عمر 15 سنة تزوجا 15 سنة تزوجا ما يصير عندنا أطفال نعم. ما يسعدنا رأس الانتهاء 20 سنة من عمر حملت فأكو بعض الحالات تشوفون أكو الله سبحانه وتعالى مقدر قضية أنه هذا مثلا تنجب ما تنجب في فترة معينة أو كذا نعم. فأنتوا شلون تجون تتهمون امرأة تحت رجل امرأة لزوجة رجل أنه أنت أولادك أولاد حرام وأنت خائنة وأنت كذا لا يجوز ذلك ابدا زين هل يترتب عليهم شيء باعتبار قذفهم محصنه سيدنا طبعا يعني اذا تريد تقيم دعوه عليهم شرعا يعني يجلدون 80 جلده اللي يتهمون هذه المرأة الذين يرمون المحصنات ولم ياتوا يعني الانسان لما يرمي المحصن يعني يقول انت بغيه او انت زانيه وما عنده بينه 80 جلده
كل واحد يضرب 80 جلدة. سيدة حتى طبيا أكو شيء اسمه العقم مؤقت. فمي أقول يعني أكو شيء عقم مؤقت مثل هذا قلت بعض الأخوات إذا بعد 20 قم تحمل. أكو بعض الأخوات كل 12 سنة تحمل مرة واحدة كل 12 سنة. هذه حالات شلون تجون يعني شلون هالجرأة؟ والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش. الولد للفراش يعني شنو؟ يعني كل ولد اللي يولد للمرأة فينسب إلى فراشها، فراشها يعني زوجها. فما يصير إحنا يا أخي الكريم ورجاء لا تنفخون في هذا الأمر واتقوا الله فيه. محمود أخي الكريم تفضل. السلام عليكم سيارة. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يا محمود من ديالة. بس علي لي صوتك محمود، شنو السؤال عفوا؟ من ديالة. من ديالة. حياك الله أخويا. سيدنا أنا وضعي في المادية نوعاً، بدأ بالحشو سابقاً. نعم. وتمرضت ووقعت. صورت. بكرة عندي غدة نخامية على ثلاث على المصري زين الحد الآن بكرة. كان في الحشد. وخرج من الحشد لوجود مشاكل صحية. صحية. بعدين. بس علينا صوتك الله يخليك أخويا محمود تفضل. أي نعم سيدنا. كنت دام بالحشد وبكت تمرضت وبطلت. زين والآن شنو؟ أي. بكت صارت عندي شقت عندي غدة النخامية صار عندي ضربان تسمم بكت على ثلاث بعد ما صار الزين. نعم. طلبت مساعدة من الأخوان بكت ما ساعدوا يعني عاد خليت بطلت. زين. أنا مالي سبب وثمانية سيدنا ورأيت المادية تعبانة بشكل وراي مستقبل. سؤالك شنو حبيبي؟ سؤالك شنو؟ أي سيدنا السؤال محمود سؤال؟ نعم قلتنا أخبار شنو سؤالك؟ يعني السؤال سيدنا مثل ما يقول أريد المساعدة يعني مثل ما يقول طلب سيدنا طلب مساعدة سيدنا. واضح شكرا أخويا محمود تحياتنا لحضرتك. أنا في واقع الحال أشكر الأخ محمود على ثقته بأننا إحنا نحل مشاكل من هالقبيل. أخي الكريم أنا ما عندي هيك قدرة على أن نحل مشاكل، ولكن أوجهك أنه الآن منذ أكثر من سنتين الآن أكو شيء اسمه إعادة المفسوخة عقودهم. إعادة المفسوخة عقودهم لابد أنت تروح تستغل هذا القانون اللي إجا تستغله وتحاول بشكل أو بآخر أن ترجع إلى العقد السابق اللي فسخه بسبب مرضك بسبب تركك إلى القوة الأمنية اللي كانت أنت منتسب إلها. فهذا أمر ارجع إليه ولو أنه عليه حال تصر عليه وتروح على أبواب الذين هم أصحاب الشأن، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في الرجوع إلى اللهم وظيفتك إن شاء الله. اللهم آمين. سيدنا الكريم بعض الأسئلة توصلنا عن الأسرة، يعني من المعلمين ممكن يتكلمون بهذه الطريقة أنه الأسرة ما قاعد يوجهون أبنائهم باتجاه احترام المنظومة التعليمية، بحيث إذا المعلم شوية وجه أو وبخ الطالب مثلا يجون الأهل يتعاركون ويا الإدارة. بلي بلي بلي. وهذا شيء عجيب غريب. يعني إحنا كنا بصغرنا أستاذ مرتضى نعم. كانت هناك على حال جلسة أولياء الأمور في المدرسة نعم. يعني يروحون والدنا ووالدتنا إلى المدرسة ويجلسون كل أسبوعين كل شهر. واقع هذا نعم. هذا أتكلم عنه في الستينات والسبعينات نعم. واقع نعم. فالآن أشوف أنه الأسرة تاركة هذا الأمر أصلا، بل المشكله ان الاسره تلعب دور سلبي في هذا المجال. لما المعلم ينبه او يؤشر الى خلل، مثلا إلي قال لي انا شخصيا قال لي احد عمداء احدى الجامعات والكليات قال سيدنا قال الله شاهد لما نأشر على اسلوب غلط او تصرف مشين من طالب او طالبه في الجامعه في الكليه ونوجه الأسرة أنه يا بخد تجي والدتك أو يجي والدك، يقول صدق سيدي يجي الوالد أنه إيش المشكلة يعني؟ قال يا با بنتك مقاطع مخلة بالشرف تداولها بين زميلاتها، فهذا مو صحيح وإحنا نريد نوبخ أنه هذا الأمر كذا. يقول الأب يقف يقول أنتوا شنو دخلكم في الموضوع؟ أنتوا شنو دخلكم في الموضوع؟ انتوا هنا تدرسونه وخلص ما لكم شغل. فشوف الأسرة لما تكون في مستوى
متدني بالوعي، متدني في الإيمان والتدين والثقافة، لا إشكال ولا ريب سوف تلعب دور سلبي سلبي. فالطالب حسب تعبيرنا المشاغب، طالب الغير المؤدب، سيحتمي بأسرته غير الموزونة، فلذلك يشوف أنه أكو تمرد، أكو مشاكل. والقوانين للأسف الشديد أنت تعرفون أن مجموعة قوانين في هذا المجال أيضا ليس صحيحة. فأقول هناك عدم انسجام بين الأسرة وبين المدرسة، المدرسة أو الهيئة التعليمية أولياء الأمور في التعليم. عندما لا يكون انسجام فتقع هناك مشاكل، قد تكون الأسرة هي مقصرة وقد تكون المدرسة مقصرة، فأنا لابد أن أوجه المقصر على أنه هذا الأمر لابد. هي إذا صارت تكاملية المسألة سيدنا وتعاون بين البيت والمدرسة مثلا بني، الأمور راح تمشي المفروض صحيح. أحسنتم. أنا أتذكر في بداية السقوط أكو مدارس انفتحت جيدة، كان أكو فشيء اسمه دفتر ارتباط. دفتر ارتباط يعني المعلمة تكتب يوميا للأم أنه بيتكم اليوم هالشكل كانت، وظائفها، دفترها، أيديها وصخة، الثوب مدري إيش، والأم تكتب أن بنتنا البارحة شعانت، قالت فلان قضية، أرجو التفات، واحدة من البنات جاي تاذيها. أكو في التواصل يسموه حسب تعبيرنا دفتر تواصل، هذا ما موجود الآن. فالشيء اللي أريد أقول شنو، اللي أريد أقول أنه إذا الأسرة ما تكون على مستوى عالي من المسؤولية في أنه تدعم الهيئة التدريسية وتدعم المؤسسة التدريسية، هذا في واقع الحال ما رح يعني لما الولد ما يداوم يعني يقول ماما أنا رايح للدرس، بس هو رايح وين؟ ويا أصدقائه للكوفي شوب والكذا، تشوفون بعض الجرائم الاجتماعية، هو على أساس رايح الدرس بس هذا ما يدرس. مدرسة تتصل على أسرة تقول بيتكم صار أسبوع ما تداوم، يقول شلون تداوم ويومي طالعة، وأبوه يوصل المدرسة، أبوه يوصل المدرسة، قالت ما تداوم، أبوه يوصلها، من يروح الأبو تركب سيارة وتروح، فهذه من اللي يتابع، من اللي كذا. المشكلة اللي صار أخ أستاذ مرتضى، وين المشكلة صار؟ صار على أنه الأسرة تأخذ جانب ولدهم أو جانب بيتهم بشكل مطلق على أي حال، حتى لو ابنهم غاش بالامتحان ما إلي حق الأستاذ أن شنو ويأخذون وياهم، شايفين المقاطع شلون يروحون يضربون الأستاذ، يضربون كذا، هذا كارثة إنصافا. لا خطورة إذا يعني أخرج المعلم من مكانته سيد، وين الخطورة؟ يعني حجم الخطورة إيش قد سيد؟ حجم الخطورة كما إذا خرجت الأم في الأسرة عن مكانتها، يعني الأب إذا يومي يضرب الأم، الأب يومي يهين الأم كذا، هذا بعد ما تبقى للأم أي شخصية في البيت، فأنا كيف أنتظر أن الأولاد سيتربون ويسمعون كلام أمهم؟ فالمعلم في الواقع إذا أهين، وهذا اللي شفتوه للأسف يعني حتى في مقاطع جدا مؤذية، خصوصا أيام الاحتجاجات لما أغلقوا المدارس، شلون كانوا يضربون المعلمين، شلون كانوا يهينون المعلمين، شلون يمزقون الملفات، هذه كلها تبقى رواسب في وجدان الطالب على أنه هؤلاء ليسوا إلا شنو، إلا موظفون يتعاطون الأموال ويتعاطون الرواتب، ليس إلا. في حين تتذكر أنت المعلم كان بالنسبة لنا مقدس، يعني انصافا من أشوفه بالشارع أحاول أنه شلون أستغل الفرصة حتى أسلم عليه بأفضل هيئة يعني، وشلون أتوجه إليه وحالة من الهيبة، الآن وين؟ واقعا هذا الشيء يؤسف إليه، ولكن لدينا أمل كبير على أنه تصير هناك محاولات في هذا المجال. اللهم آمين. إذن بعدنا متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم باستقبال اتصالاتكم، طرح أسئلتكم، وسماع مداخلاتكم ومناقشاتكم، سواء كانت عن العملية التربوية أو بأمور أخرى يعني تخص المجتمع وتنفع. عندنا مشاركة أخرى من رسالة صوتية. السلام عليكم شيخنا. شيخنا، هل يجوز للأب أن يعطي ابنته ورثا مقدار ورثا من أرض زراعية؟ تفضل السيدة الإجابة. مو واضح السؤال، يعني هل يحق للأب أن يعطي إرثا
من أرض زراعية؟ أي نعم، مو واضح فعلا، مو واضح يعني، يحتاج تفاصيل. بس أنا خلي أبين. تفضل. شوفي أولا الأرض الزراعية إذا كانت عقود عقد زراعي فأنا ما أملكه، شلون أنطي إرث يعني؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هذا مو إلي. إذا كان لا الأرض الزراعية طابو ملك صرف، فنعم أقدر أنا أورث أولادي، ولكن الإرث بعد موت الإنسان، الإرث بعد أن يموت الإنسان، أما على قيد الحياة لا يسمى إرثا، يسمى ما يسمى عطاء أو حبوة. أنا أحب أعطي حبوة لبنتي أو أعطي عطية لابني، أعطي هدية، هذه لا تسمى إرث، الإرث بعد الموت. فهل يحق هيك يسوي سؤالك، هل يحق للأب أن يعطي جزء من الأرض، يعطي مو يورث، أن يعطي جزء من الأرض إلى أولاده في حال حياته؟ نعم، إذا كان ملكا صرفا، أما إذا كان عقدا هو لا يملكه حتى يعطي. أحسنتم سيد. مشاركة أخرى نسمعها. أنا كنت سؤالي كان كيفية غسل الجنابة، علما أنه أنا أقلد السيد علي الحسين السيستاني. أحسنتم وشكرا جزيلا على الطرح. حبيبي غسل الجنابة ما إلي يعني حسب تعبين اختلاف حتى تقول أنا أقلد سمحت السيد أو أقلد آخر. الغسل، الغسل الشرعي عند علي حال عند الفقهاء هو واحد، ماكو اختلاف فيه، غسل الرأس والرقبة تحت الدوش، تحت الدوش أو بالصوندة، غسل الرأس والرقبة كاملة، وتغسل الجانب الأيمن جسمك يعني نص صدرك نص ظهرك وإيدك اليمين ورجلك اليمين، بعدين جانب الأيسر إيدك اليسرى ورجلك اليسرى ونص بدنك يعني الجانب على حال الأمامي للبدن والجانب الظهر أغسله. هذا هو الغسل يعني، ما يختلف هذا بين أن تقلد أحدا أو تقلد فقيه آخر، سواء كان جنابة أو غسل مس الميت أو أي غسل، والغسل واحد سواء كان جنابة أو غسل مس الميت أو غسل جمعة أو غسل حيض أو غسل استحاضة. بلي. نعم. أم رقية أو أبو رقية؟ أم رقية. أم رقية تفضلي أختي، تفضلي أختي الكريمة. فقدنا اتصالا وبعدي على الخط. تحية. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، حياكم الله، تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، نسمعكم، أنت على الهواء، تفضلي أختي. ممكن عندي سؤال آني. تفضلي. قبل سنة تقريبا. نعم. نعم قبل سنة كاملة آني يعني أنا بأميرة أمومي بالنجف نزلت أزور، فأخذت صندوق هذا اللي يخلون به الصدقات وهيك شيء، فصارت قريب علي 4 أشهر 5 أنا يمي أيتام، ففتحت الصندوق وصرفت فيه دول الأيتام يعني كله شلته هنقصهم يعني شملته من عندي وشلته بيتهم ليه. سؤال أم رقية، أول شيء بس نصيلي صوت التلفزيون تماما أو تغيري حولي مكانك. أنا طالعة برا يعني مو من التلفزيون. سؤال أختي الكريمة، الصندوق هذا صندوق مؤسسة؟ لو أنت مسوية صندوق وخلته من يمك. لا لا، أخويا من مؤسسة اللي يعني شارع الرسول موجود مالتهم الكرفان، خذت منه الصندوق وسجلت اسمي. وانت وحدك فتحت الصندوق وتصرفت بالاموال اللي بيه؟ اي صرفت لي الدول الايتام اللي انا ساقط بهم ايتام ومحتاجين. واضح واضح. سؤال اخر. اي اخويا خابرني ابو الصندوق يعني ورا سنه اذا تدرون بهذا الشيء، قال لي اخويا اريد الصندوق، قلت له اخويا تصرفت بيه اقدر ارد؟ قال لي اخويا شارع المدينه. زين انا في شارع المدينه ما عندي احد يعني يوديني شارع المدينه او اروح يعني ما اقدر اطلع وحدي. فالسؤال فقال لي اخويا لازم يعني تجين تنطيني اياه يعني، راح يضل بنتك هذا، انا شلون اتصرف بهاي الحال وانا ما اقدر اودي. شكرا لحضرتك، تسمعين الإجابة إن شاء الله. تحياتنا. عندنا اتصال من الأخ عقيل، تفضل يا عقيل. عقيل تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدنا؟ إن شاء الله زين. حياكم الله، بارك الله فيكم، تفضل عقيل. سيدنا احنا أنا بعد سقوط النظام. نعم. تعرف توقفت المحطات. نعم. مال الغاز يعني والبنزين، فيمنعكم مستودع نفط مال الجيش. نعم.
واحنا ناس يعني مزارعين فاحتاجين الغاز. اجينا المحطات، محطات ماكو كلها منهاره. اتجينا لهذا المستودع مال الجيش. نعم. واخذت ما يعادل تقريبا 400 لتر غاز. واريد حاليا اسدده، شلون يعني اقدر اسدده؟ واضح واضح واضح. عندكم مداخله؟ اشكركم، احسنت. ومنونين سيدنا ورحم الله والديكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال من من؟ سلام، تفضل يا سلام. سلام، تفضل اخويا. الله يسلمك بإذن الله. الله يحفظك، رحم الله والديك. حياك الله، تفضل. سيدنا، عندي طفله عمره 16 سنه وانطلقت لها الناس من نفس العشيره يعني، بس ما يقربون اليه. وصار لها سنتين تعاني من عندهم بالضرب، ورجلها يعني يشرب، يجيها بسنتين بثلاثه، هو عسكري ومؤذيها حال يعني، يوصلها للموت. واحنا ما ندري، لا عندنا اتصال لا موبايل، لا نقدر نوصلهم يعني للبيت، تردونا. واخر شيء جابوها يعني من العشيره وخلوها عندنا، يعني هاي السنتين زمان اكثر شيء تبقى ثلاث ايام عندهم وشهر عندنا، وما وصلنا نتيجه، وهي هسه حاليا حامل لها ثالث شهر. هسه ايش قد عمرها هي اخوي سلام؟ 16 سنه، والولد عمره 35 سنه عسكري. نعم. ليش اعطيتوها الشكل؟ سلام، السيد يسال يقول انتم سالتوا عنهم قبل لا تنطوهم؟ لا، احنا نعرف يعني صيتهم باجدادهم وناس يعني معروفين، بس انا ما اعرف شلون اجدادهم وامهم. تحياتي لك، تسمع الجواب. بس انا استغرب يا اخ، يا ايش اسم الاخ؟ سلام. سيدنا، يعني شفت النتيجه اليوم، خليت محامي يعني، يعني ما لها نهايه، ودجوها بطريق ثوبها، لا ملابس لا جسيم. سلام. نصرف عليها. سلام، السيد عنده مداخله وياك، اسمع المداخله. سلام حبيبي، يعني انت تزوج بنتك الى رجل اللي هو ضعف عمرها، يعني هي عمرها 16، انت مزوجه واحد 35 سنه. زين، هل صحيح هذا؟ يعني هل صحيح انه انت بنتك هي خطيه بنيه بعد هي حدث، وتعطيها الى واحد كبير بالسن اللي فاعل ما فاعل وما ادري عامل ما عامل بحياته؟ يعني هل صحيح هذا؟ يعني انا اسمحوا لي راح اجاوب جواب شوي قاسي، وانت راح تتاذى. ليش؟ لانه لان انت مسؤول عن بنتك، انت مسؤول عن بنتك. شلون تعرض بنتك الى هل الحياه القاسيه والحياه الشقيه اللي في النهايه ترجع لك هالشكل بوضع؟ وانا راح ابين ان شاء الله. شكرا. شكرا سلام، والله يعينكم، تحياتنا لك. ناخذ اتصال حسن وبعد شوي نتوقف عن الاتصالات. حسن، تفضل. حسن عادل من محافظه ميسان. حياك الله وحيا الله اهل ميسان، تفضل. السلام عليكم جناب السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا، سؤال. تفضل. أنا من محافظة ميسان، قبل فترة زرتون محافظة، ما أعتقد 2013-2014، محافظة ميسان، جامع الإمام الحسن خصيصا. السؤال حسن، سؤالي هو أنه أحد المؤمنين أعطاني، أنا مسؤول عن جامع. نعم. يعني خادم بالجامع، أعطاني محبس. نعم. محبس فضي، قال لي أنه هذا المحبس من أحد الأشخاص الذين أتوا مع سماحة السيد. زين. وهذا المحبس يعني احتفظت به بالجامع، خليته إلى فترة ما يقارب 3 أشهر. يعني النساء هو؟ نعم، هو الرجل الذي أتى به يعتقد أنه من حمايتكم، ما ادري من شخص اللي انت معاه. ما اعرف بعد، ما عنده حمايه سيد رشيد، المهم من الناس اللي كانوا وياه. تمام، الناس المرافقين. عفوا، ما في حمايه. صحيح، الله شاهد، ماكو حمايه. صحيح، تمام. نعم. فنسال المحبس يمكم. المحبس هسه حاليا هو عندي، ما اعرف شنو الحكم اللي ان شاء الله تسمع الجواب. تحياتنا للاخ حسن والله يوفقك. تحياتنا للجناب السيد محتفظ من 2013 تقول؟ 10. نعم محتفظ به الى الان. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. شوي خلينا نتوقف عن الاتصالات. سيدنا الكريم، مجموعة أسئلة. واحد من عندها سؤال الأخت أم رقية، اللي هي تصرفت بصندوق مؤسسة العين والآن يطالبوها بي، وتقول أنا حتى صعب علي أرجع لهم. أولا، ما مشروطة في رجوعك لهم أنه أنت بلحمك ودمك، وإنما يمكن تطيل بابنك أو زوجك أو أخوك أنه يا هذا وصل إلى الجماعة وخلي على حال يستلموا. هي متصرفة بالأموال زي. هذا أمر آخر، أنه يعني إيصال الصندوق إلى الجهة المسؤولة
ما يشترط أن تكوني أنت يعني بشكل مباشر بأي وسيلة توصيل يوصل النيابة هذه صندوق فلانة وقيدوا أنه رجع الصندوق، لأنه هو مسؤول مسكين ذاك، هو أنه ورح الصندوق وحاول التابعة. الأمر الآخر، تصرفك بهذا الصندوق ما كان صحيح. ليش؟ لأن أنت التزمتي يوم اللي أنا أخذ هذا الصندوق أن أتصرف بطريقة المقررة، على أن ما يدخل في هذا الصندوق هو دخل في على حال بيد الفقيه، يعني بيد السيد السيستاني نفسه. فلما دخل بيت بيد السيد، شلون طلعتي من يد السيد؟ هذا يحتاج، فيمكن أنه على حال تحصلون إجازة في هذا، أنه يابا إحنا تصرفنا وخلي يبرر لكم الذمة إن شاء الله تعالى ما في مشكلة، ولكن وصلي بأي وسيلة أخرى وما يشترط أن تكوني أنت. سيدنا الأخ عقيل سأل، هو ماخذ أيام التغيير، ماخذ وقود سرقة من مؤسسة عامة، ويقول الآن ما أعرف شنو أسوي. في الواقع أنا أحيي الأخ، يعني أيام الفرهود وأيام السلب والنهب بسقوط النظام، فالأخ يقول إحنا كنا نحتاج، أخذنا 400 لتر من الغاز. أخي الكريم يعني قيم هذا، قيمة شقيد 400 قيمة لتر. اليوم سيدة نعم شقيد قيمة اليوم اللتر بيش 400 500 ما أعرف والله، فتقيمه وتتصدق به إلى الفقراء نيابة عن الفقيه، تصدق به إلى الفقراء لأن هذه أموال المسلمين. الأخ سلام سيدنا، وحضرتك قلت أنا عندي كلام قاسي للأب اللي زوج بنته بهاي الطريقة، إذا كان هذا الكلام سيدنا موجه للآباء اللي مقبلين على هالخطوة فلا بأس، بس هو سلام هسه هو بمشكلة سيدنا، هم عليك. إيه هي رسالة يعني. رسالة، لأنه هاي الرسائل تعددت أستاذ مرتضى، يعني نعم. إذا أقول لك أنه عشرات المرات بل مئات الحالات تجينا في هذا، أنه إحنا عندنا يمكن سلسلة محاضرات أو سلسلة برامج فيما يرتبط بال العلاقات الزوجية، كيف نخطب وكيف يخطب منا وكيف نرضى وكيف نزوج بناتنا، حلقات يعني سلسلة مع قناة كربلاء، سلسلة مع قناة الفرات، سلسلة مع قناة الدعاء، سلسلة يعني عدة موضوعات متسلسلة تكلمنا في هذا المجال. والآن نعم. تجي تشوف أن واحد جاي مزوج بنته اللي عمره 16 سنة 15 سنة إلى واحد هو أكبر منها عليه حال بضعف وجندي أو ما أدري عسكري، وضع يعني والله خوش أوادم، أجداده خوش أوادم، هو شلونه أولاد أنبياء مو خوش أوادم، يا حجي يا عزيزي، تعالوا أيها الآباء، انظروا لبناتكم، أنهن أمانة في أيديكم، لا تتصرفوا ببناتكم بالطريقة اللي أنت تريدها، أنت ما لك حق تقرر بشأن بنتك بالطريقة اللي تريدها، وبنتك اللي هي في واقع الحال طفلة تشيل تطيها وتقول أنه من يوم الأول أسبوع عد أهلها عد بيتها وبعدين ترجع علينا شهر، يعني من البداية هو إنسان متعسف، فلا طريقة يعني لا طريقة لهذا إلا القانون. روحوا اشتكوا وأخذوا حقها، النفقات اللي تستحق البنت هذه، وكل ما يرتبط بالقضايا اللي حصلت سواء كان ضرب أو كذا أخذوا دية ودوها للطب العدلي واقع. هذه كلها حتى يقف الرجال الغير المؤدبين والرجال الذين يتعسفون يقفوا عند حدودهم، أما هالشكل والله وكذا وعشائريا هذه في كثير من الأحيان على حال ما تنفع. وأرجع وأقول بناتكم حاولوا أي واحد يتقدم إليهم حتى لو ابن أخوك، مو تقول ابن أخوي، ابن أخوك اسأل عنه، هذا شنو بالعمل بالدراسة شي سوي. أحسنت، ابن أخوك على رأسي أخوك، ولكن ابنه شنو؟ ابنه الآن المقاهي والتواصل والما أدري كذا والمخدرات جاي تلعب يعني لعب كبير في حياتهم، فلا بد من البحث، لا بد من الفحص، لا بد من التفتيش. أما هشكل مغمض، والله أنا سيدنا واحد كان جايني يقول سيدنا أنا مغمض أنطي بنتي. ليش مغمض؟ شنو بنتك شنو هي عالة عليك؟ هذه إنسانة تحتاج إلى استقرار، تحتاج إلى سعادة.
فلا يحق لنا أن نتصرف مع بناتنا بهذه الطريقة. نعم. فطريقك القانون، والقانون بحدية. نعم وقفوهم. سيدنا الأخ حسن سأل على موضوع الخاتم اللي ناسيه أحد الإخوان اللي كانوا معكم سنة 2013 في المسجد في محافظة ميسان. في واقع الحال أي شيء الإنسان عليه حال يعثر عليه هو لقطة، واللقطة تعرف لمدة سنة، إذا أجى صاحبها يعطيها، إذا ما أجى صاحبها يتصدق بها عن صاحبها. فأنت الآن واقع الحال إذا يأست، أنا ما أدري أنه من جماعتنا أو من الطلبة اللي كانوا معانا، وهي قبل 13 سنة وقبل 10 سنوات، في واقع الحال ما ندري شنو اللي صاير ومنه كان، فلا نستطيع أن نقول أنه هذا لمن حتى نقول جيبه والله نريد نوصل، ما ندري. فتصدق به أو تصدق بثمنه واجعله عندك، ما فيش. أحسنتم سيدنا. سيدنا بقى دقائق قليلة، 3 دقائق، وإحنا اليوم تحدثنا عن الموضوع التربوي، أكو شيء معين تريد حضرتك تختم به هذه الحلقة؟ وصية مهمة، نقطة حساسة ما ذكرتها لحد الآن؟ شوفوا أخواني، أنا اسمحوا لي أذكر شيء عسى الله سبحانه وتعالى يجعل فيه خير. إحنا في المجتمع نعيش كثير من الظواهر السلبية، كثير من المشاكل الاجتماعية. نعم. ولكن اعلموا أيها الأحبة أيها الأصدقاء، كل هذه المظاهر السلبية والمشاكل الاجتماعية كلها نتيجة لأسباب. جناب الأستاذ مرتضى قاعد قدامي، هذا الأخ الآن وجوده وثقافته وفهمه كذا نتيجة لأسباب. شنو الأسباب؟ أنه طالع واجتهد ودرس وكذا ووصل نفسه. فكل ظاهرة تشوفه هي نتيجة، كل ظاهرة نتيجة. إذا شفت ولد مشاغب هو نتيجة، نتيجة شنو؟ نتيجة لأسباب، لو الأسرة ما ربته، لو على حال المجتمع ما اهتم، لو القانون ما عليه حال أوقف عند حده. فشوف أي تسيب أخلاقي وأي انحطاط اجتماعي وأي تردي عليه حال أخلاقي، إنما أسبابه لابد أن نؤشر إليها، نؤشر إليها. وهنا في حلقتنا اليوم الأسباب الحقيقية فيما يرتبط بتردي الثقافي العلمي، التراجع عليه حال الاجتماعي، كله يرجع إلى حسب تعبيرنا النظام التعليمي في البلد. النظام التعليمي مسؤول، وهو السبب الثاني طبعا، ما أقول السبب الأول، السبب الأول الأسرة. نعم. السبب الأول الأسرة، والسبب الثاني الذي لابد أن يقوم بمهامه في الحفاظ على من؟ حفاظ على مجتمعنا. أيها الأحبة، إذا أردتم مجتمعا سليما، إذا أردتم مجتمعا سعيدا، مجتمعا هادئا، فتعالوا لنشتغل على عنصرين مهمين جدا، الأسرة أولا وثانيا المدرسة. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسين الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا على كل ما تفضلتم به وهذه الإشارات المهمة. أحسنتم سيد، سلمكم الله تعالى بارك الله، حياكم الله. الشكر لكم أيضا إخوتي الكرام لأنكم أعطيتمونا من وقتكم، لنا لقاء إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل الساعة 7 مساء، هذا هو وقت البرنامج الجديد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم كل خير، شكرا، في رعاية الله وحفظه.